ايه ولا ولا انتوا لو كونوسكو يا هلا تونسي، مسرحي، سينمائي، موسيقي، فنان تشكيلي، رجل أعمال ناجح بإيطاليا. صور لا تصلنا كثيراً ولا تصلهم. صور وأي صور لتونسيين يشاهون في المعجر ويقدمون نماذج مختلفة عما يروجه الإعلام الغربي من صور سلبية ارتبطت بالصورة الهامشية مغجينات. روما، الاسم القديم لإيطاليا، تؤرخ لقدوم هؤلاء التونسيين على أرضها وتشهد على نجاحهم. مع البعض منهم تحدثنا عن البدايات وعن مسافة 1000 ميل التي بدأت بخطوة ذات رحلة جوية أو بحرية، حيث كانت رواياتهم عن طرقهم في الأصول إلى روما. في عام 1997 جينا أنا وصديقي حافظ مع المجلس الوطني في العرايس، عدي وجوز عروض هنا في فستيفال اسمه أولتري لاتوري، معناها بعد الممثل. كانوا 3 أيام كهو معناها باش نعديهم هنا. النهار الأول جينا خدمنا ديريكتومون المطار، معناها وصلنا ديريكتومون للتياترو وخدمنا. النهار الثاني كان زاد عرض. النهار الثالث هم برانسيب باش نروحوا على الصباح. انا طلبت من المدير وقتها باش نقعد، قال له ما حبش يخليني نقعد، مع خاطر من بعد عندنا تورنيه في السود، عندنا نهار راحه، وبعد عندنا عده عروض في السود. طلبنا منه باش نقعد، وسيرتو انا حافظ قال حتى انا نحب نقعد باش نتفرج شويه في روما. كنا باش نقعدوا نهار احنا، فهمت؟ المدير معناه وافق وعطانا نهار. من بعد ضيع لنا اكثر من شهر نهار، مش وصلنا حتى المطار، وركبنا الديكور وركبنا الباجاج وباش نمشي ونركبوا احنا. قال لي ميسيرش برا وعطيتكم النهار، نص نهار عطانا. كل الطرق تؤدي الى روما. قصتي مع روما قصه، يعني تقريبا قصه بالصدفه، يعني ما كنتش نفكر في روما ولا كنت عندي عليها فكره ولا بالعكس، الحاجات اللي كنت نفكرهم على روما انها اكبر مدينه فيها المثقفين العرب، واكبر مدينه فيها الحركة الثقافية العرب. يعني حسيتها كنت متفكرها ولا متخيلها أكبر من مرسي في الهجوج والمهجوج الثقافي اللي موجود فيها. قصتي مع روما أخر مدينة جيتها أوروبية روما، رغم أن أول سفرة سافرتها لإيطاليا ودولة أوروبية كانت تقريبا تحديداً باليرمو كاتانيا، كانت مع الرشيدية في 2003. أنا كنت في تونس، أنا عمري 15 سنة نخدم في الموسيقى. أنا وقتي عمري 17 سنة، أنا ديجا أصغر واحد تحصلت الفترة هذيك على دبلوم الموسيقى العربية. وبعد جاني المكتوب وكوني باش نخرج لإيطاليا سنة 86. الفترة هذيك ما كانتش تم فيزا، كانت الوالدة ربي يفضلها لي سبقتني هي لإيطاليا وقالت لي توا الخدمة في قاعد تعمل هذيك معاكم. ولدت موجودة قرابة 30 سنة أنا، قلت قاعد تعمل غديك وقعدت وحدك
وخواتي يقرا، وعندي خويا توفى يقرا الفتره هذيك يقرا في الجزائر، عندي اخي خويا توا يخدم حاليا في اذاعه التونسيه يقرا في فرنسا، كان يقرا في كليه الطب. مع اخواتي كل اللي قراوا لبرا، قعدت انا وحدي غاديك، قعدتش قعدت مع وحدك، قعدت لي جاي لايطاليا. وكان على اساس انا ما حبيتش نقعد في ايطاليا، كنت نواصل طريقي، عندي معناتها زملائي واصدقائي كل الموسيقيين كل يعيشوا في فرنسا. وليت قعدت هوني والمكتوب اكتب وني في ايطاليا لحد هذه الساعه. عندي جي كروا 40 سنه عايش في الخارج، معنا في ايطاليا، حتى 35 سنه ما رحتش لتونس، لكن لوختي هذيك ديما لوختي، انا الجنسيه خديتها سنه، كل التونسي نحب نموت تونسي. فهمت فميتي زلاس راسها مربوط زيت زلاس يولد السيده منوبه. ولكن معنا الدنيا بعديك تبدا عند كابيتال وانتيريس ومشاكل وكل شيء، لازم تاخذ جنسيه باش برشا حاجات تجي. انا ديما تونسي وانا قلبي تونسي وراسي تونسي ومسلم، ولكن بعديك تما فيها انتيريس تدخل فيها مشكله فلوس ومشاكل وحاجات، لازم تاخذ جنسيه باش رزقك لازم تحن عليه. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. رجعنا لروما، درنا شوية، عنا يونانية تعرفنا عليها اللي هي ألمانية، استقبلتنا في دارها، سهرنا لقينا معناها هي تعمل تياتر وتقرأ تياتر هنا، سهرنا معاهم أمور واضحة. الصباح قمنا هزينا باجاجنا خذينا الترام باش نطلعوا المطار. جاتني أنا كي الغصة، ما عنيش باش نرجع. أما سيتي أندي فولمون أكثر منه من ديسيزيون، معناها سيتي أندي فولمون. في المطار حيت حاجة الشباك، نعرف في الترين والشباك نعيط، وحافظ يخزر البيين تاعو، حاط البيين تاعو يقول لي يزي قيس لبدل لي راي. في الاخر سكت انا سيي، وصلنا للمطار سكت، هزيت الباجاج تاعي هبطت مهبط راسي للرمال معناها باش نرجع. انا هبطت قد قد، هو قال لي مش مشكل، على كلمة مش مشكل هزيت باجاجي رجعت للترين. تحديدا نحن توا تياتر ديالوبيرا هو من اقدم المسارح في روما، يعني خاصيته انه يخدم برشا عروض كلاسيكيه، لانه هو كان موجود قبل الاوديتوريوم وقبل ماكسي، بل قاعات اخرى جديده، يعني تقريبا كيف عندنا في تونس المسرح البلدي او الكازينو القديم ولا قبه الهواء ولا من أكبر الموسيقيين وأكبر الفنانين الأوبرا القدام الإيطاليين، من داخل ما شاء الله في من أكبر القاعة. أنا ما كناش مقررين بالكل باش نقعدوا، كانش في مخاخنا معناها باش نقعدوا هنا في إيطاليا. من الأول أول ما بدينا إحنا ندوروا شفنا بلايس معناها ثم شوية ديزارتيست دو لاغيو يخدموا على رواحهم، فهمت؟ جاتنا في مخنا قلنا باش نقعدوا هكاكا. ألوغ تعرف واحد كيجي يخرج للخارج يشري دي كادو يشري حاجات، شرينا احنا وقتها دي كادو معناها بالكدا بالكدا، فهمت؟ كي قعدنا لي كادو ما يلزموناش. النهار اللي سيدينا فيه باش نقعدوا في الليل، سالنا الطفله اللي معانا قلنا لها وين نجمو نبيعوه، هبطنا للسوق كيما العباد الكل فارشين، لا بالحق فارشين باش جديد معناها بالكل، فرشناه وبعناه. خاطر وقتها ما كناش ناويين باش نقعدوا، معنا حتى فرنك معنا، معناها عندي وقتها اليبوك 70000 ليره في مكتوبي، هذيك اللي قعدت لي معناها في بالي باش نعدي بها النهار ونفضل نروح على روحي. بعنا كيما الناس الكل، اللي سومو 100 بعناها ب 20، واللي سومو 200 بعناها ب 50، واحنا هكاك هات بركه فلوس وما حشناش. شوف الغربه بالنسبه اللي يمشي لبلاد يتغرب وما يلقى حتى حد وما يعرف حتى حد، مش تعذب برشا. اما انا من سبحان الله يعني كانت ولدتي هوني، لقيت كل فرد من العائله، وبعد طريف طريف اندمجت، وخاصه اللغه احنا نتكلموا باللغه الفرنسيه في تونس، مع اللغه الايطاليه اللي نحن انا في 3 شهور اقل من 3 شهور تعلمت اللغه، واندمجت في الحياه نتاعهم وكذا والحمد لله. تعدينا ثم مارشي بوس معناها فريب، خذينا حويجات سريو الكبار واحد، روحنا للدار ابره وخيط وطحنا الرجل، كدينا دي كوستيم تاعكم. ديجا الطفلة كي جات وخذت الكوستيمات معلقين، معناها هبطنا شرينا، معناها نهار قعدنا ما عملنا شيء، نهار اللي بعده هبطنا شرينا، نهار الثالثة هبطنا نخدم مع روحي. ف
في الـ في الـ في البدحة معناها في الشارع. ما كنتش نتخيل باش نجي هنا. عندي خويا عايش هنا صغير، ديما طل عليا، ديما يجي، ديما خديش تجي لي دار. بالصدفة جيتها في ماي 2011 على حفلة، بعد بالصدفة بعد الحفلة بنهار جاتني أوكازيون باش نخدم مع كمترجم وككاتب وكمصلح للأغلاط اللغوية، أخطاء اللغوية، مع شخص كبير هو تقريبا من عميد الدبلوماسيين العرب في روما ومسافير إلى آخره، من الناس القدم. وشوية شوية كان على أساس شهر، شهر ولا شهرين، شهرين ولا ستة، الستة ولا عام، ولا عندي الفكرة باش نستقر. فازا احنا كي هبطنا ما نعرفوش، ما تعرف في بالنا الاوروب كل شيء مسيب، وين تقعد تخدم تخدم. مشينا البياسا نافونا، معناها من البلايس المهمين هنا في روما، معناها خاصه توريستيك برشا، كلها معبي. احنا هبطنا لبسنا حويجاتنا، عملنا المكياج قدام الناس كله، هبطنا بدينا نخدم. جاونا زوايز بوليسيه، واحد بالزي واحد سيفيل. اش تعملوا هنا؟ نحكي إيطاليان على بوب، معناها نفهم شويه، ما مازلت مانيش خارط على الكلام. قال عندكم اوتوريزاسيون باش تخدموا هنا؟ حكى معنا فرنسي. قلنا لا، بكل ادب قلنا راه ممنوع هنا باش تخدم. عرفنا مانيش من البلاصه. قال ممنوع، شوف بلاصه اخرى اللي تنجموا تخدموا فيها. ما انا جيت صغير، انا اي حاجه تعلمتها هنا، اي حاجه يقولوا فيها مشيت هنا كل شيء درجه. ولكن لا، انا ديما نزل تونسي، بخ نزل تونسي، عقلي مزال تونسي، قلبي مزال تونسي. احنا التوانسه صعيب باش نخلوا بلادنا ولا نخلوا لغتنا ولا حاجه. لا سيد هزينا رواحنا، وين باش نمشيو؟ باش نمشيو فما بلاصه اسمها بياسا نافونا، فيها ديزارتيست لا غيو سيغتو لي باتخ. مشينا غاديك، غاديك بدات الخدمه، بدينا نخدموا غاديك. ولينا كل يوم نحطوا بياسا نافونا، نعملوا شويه انيماسيون، عاملين سبيكتاكل تاع كلون بحكايه بساعه. أنا وحافظ نروحوا، معناها نكملوا النهار، نروحوا بريموت كل تخدم في المرمى. الفرقة اليوم عندنا معنا شارل فارس، هو الأصل من أمريكا، ولكن ما يعيش في نابولي، عنده 5 أو 6 سنوات. بيترو سانتانجلو يعزف الساكسو من نابولي، لويجي شالدوني عازف الباس، جيتار باس من نابولي، ستيفانو كوستانسو عازف باتريا. هذه الفرقة اللي نخدم معاهم توا تقريبا 5 سنوات. نخدموا مع بعضنا، بربنا على المالوف، بربنا على أغنيات جديدة اللي حدها أنا.
خاصة مع أسماء كبيرة في إيطاليا، اللي خدموا الموسيقى العالم أو اللي خدموا الجاز أو اللي خدموا في الكلاسيك، وأسماء قليلة يعني تقريبا عرب قليل، يقول ثلاثة أربعة عرب موجودين يعني معايا، ممكن أربعة وأكثرهم تونس. موسيقى العالم يعني ما هيش مربوطة ب... ما نجموش نصفوها الجاز وإلا مالوف وإلا يعني فيها روح الجاز، فيها روح المالوف، فيها روح الشعب التونسي، فيها روح الاسطنبالي، متنوعة. حوار موسيقار. حوار موسيقي بالضبط. إلى حد الآن 70% أو 60% عايش بالموسيقى. يعني خدمت حاجة أخرى ولكنها تعامل. يعني تقريبا دوب شوية حفلات، شوية عروض ثقافية، شوية ملتقيات ثقافية، مرة تمشي ك يعني كباحث في الموسيقى. احنا عملنا الديسك لول جنينة اسمه، وان شاء الله نحضروا في ديسك جديد ان شاء الله يخرج السنة. في تالي وين تعزفوا؟ الأكثرية في الفيستيفال. مش عنا بريود استاهلي تنقص شوية اللي فيستيفال نخدموا لي لوكال، لكن ديما لوكال اللي تعمل نشاط ثقافي، يعني ماهيش لوكال بتاع يعني مش نعدي الوقت، فهمت؟ لوكال الناس اللي تحب تسمع الموسيقى. بابا بحري وبابا بحري وبابا بحري يا سيدي خلص وحدي، وبابا بحري وبابا بحري بابا بحري يا سيدي خلص وحدي. كيفاش كان العمل ولا الحوار الموسيقي مع مرزوق؟ Anzitutto è stata una scoperta scoprire sonorità, melodie e ritmi nuovi, è stata una bellissima scoperta, una palestra. Gigi بالنسبة لي هو كان اكتشاف، يعني العمل اللي خدمناه يعني أول شيء كان معجبه، يعني عجبته الفكرة فبناها خذاها هو، واللي أعجبه كثير يعني الاكتشاف بتاع الإيقاعات الجديدة. Anzitutto مرزوق viene in sala e ci canta una melodia, ci suona un ritmo. Allora noi cerchiamo in qualche modo di anzitutto capire la struttura del ritmica e della melodia. بالنسبة لي هو يعني نقترح عليهم أغنية نغنيها لهم ونعطيهم الإيقاع يسمعوه، دونك يحاولوا يفهموا الإيقاع، يفهموا اللحن، وبشوي بشوية يحاولوا يندمجوا بال، كل حد زاد يعطي من أفكاره ويعطي من ثقافته هو الموسيقية اللي عاشها قبل، وبالطريقة دي تتكون الموسيقى هذه. بالنسبة للغرب يرحب، الغرب يرحب ويشجع كل موسيقى. أنا لما جيت عام 94 هنا يعني وشافوا طريقة العزف على الدربوك اللي ما كانتش معروفة هنا، فشافوا حاجة جديدة ما شجعوني. أنا بديت أسوسياسيون معناها كولتورال، يعني جمعية ثقافية تهتم بالمهاجرين،
شافوا لي دربك هم اللي عرضوني على موسيقي. كان موسيقي الليله ما قدرش يجي معنا دانيال سابي من الباحثين في الموسيقى في نابولي. شافني زاد هو تبهر بالخدمه نتاعي واستدعاني خدمت معاه في الفرقه نتاعو. وكل فنان جديد يشوفني يتبهر بهالدربوك هذه. ووصلت هكاك بشوي بشوي حتى اللي يعني عملت وحدي الفرقه نتاعي الديسك نتاعي. يعني ما تسمعش كلمة نو هذاك دريبك ولا هذاك بزاودي ولا هذاك زكار ما كل فماش حقر. يعني كل آلة عندها قيمتها وعندها وكل فنان مهما كان ولو حتى ما يعرفش يقرأ البارتيتور مش مشكل. فما الفنان هنا موجود فنان الشارع فما فنان يعتبرون فنانين. فما ناس تجي في البطحة يجبد الآلة بتاعه ويعزف عادي مع الناس تضحك له ناس تتفرج فيه تشوف العرض بتاعه وتشجعه. ثم عدي من الجمعيات الثقافية اللي مهتمة بالثقافة العربية والموسيقى واللي منحوا لي برشا فرص باش نعمل عروض على آلة العود اللي هي اختصاصي آلة العود. وحاليا قاعد نقري في الموسيقى في الدار التونسي اللي كان اسمه قبل فضاء الأسرة فضاء ثقافي تاعنا. قاعد نعلم في موسيقى للولاد الصغار وبديت سنة قدرة ربي نعلم فيهم في الآلات الموسيقية. عندنا الكلمه المشهوره وين تحط نفسك تسيبها. يعني كلمه يلزمنا نعطيوها قيمتها اللي حلوه ياسر المثالات. يعني التونسي اللي يخرج من بلاده ماذا بيه يحط روحه يحاول قدر المستطاع باش يحط روحه في البلايص الباهيه اللي يلقى فيها قدره. فهمني دونك ولو وما يحقرش روحه. ولو انسان خدام يعني خدام بسيط انسان ما هو الا انسان وبشر ويلزمه ياخذ حظه في التياتر وياخذ حظه في السينما ياخذ حظه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الثقافه. مش بالضروره خدام المسح يلزمه يعيش من الثانيه للدار من الدار للثانيه. نو مش معقول هذا. التونسيين مع جنسيات عديدة في أوروبا توثق لها هذه الصور وغيرها وتجمع الجانبين فرص تبادل ثقافي وحضاري في إطار الشغل أو خارجه. الراسيزم هنا في تال مش موجود. الراسيزم عندنا احنا العرب والنبي احنا يزمنا نبدلوا من التاريتين تاعنا احنا خاصة التونسي يزم يبدل. وقت تمشي فيه في البلاد كما جي احنا واحد فيه في بلادنا يزمه يحترمنا. اذا انت تجي هنا يزمه تحترمنا تجيش وناس كل بقينا مع بعضنا. اذا تجي هنا وتحب تحكم في غيرك لا سيب سيب انا تونسي يزمه يهدي شوية مرحبا بيه تخدمي انا عندي بس اللي عندي عندي خمسة كواسة تخدمينها. مرحبا بيه يقول لك الماء ماشي للسدر الزيتونة ولا يقولوا بيها بيتونة. لكن معنى يزمك تحترم زاد غيرك. قد لا يصدقك العامة من الغربيين لو أخبرتهم أن من بين التونسيين على أرضهم مبدعين يقدمون عروضاً موسيقية ومسرحية في أعرق المسارح ويشتغلون مع مخرجين كبار ويتقمصون أدواراً بطولية في أفلام عالمية أنتجت في تشينيتشيتا أو في هوليوود. مهمة قد تبدو للمجتمع الإيطالي وحتى لنا نحن كعرب من المهام المستحيلة إذا ما وضعنا في الاعتبار الفارق الحضاري وتقسيم العالم على أساس رتب ودرجات أول، ثاني، وثالث.
تحصي لعدة مبدعين تونسيين أدواراً وأعمالاً فنية بقيت في البال، تقمصوها إلى جانب مخرجين كبار في الساحة الفنية الإيطالية، كما تشهد بعض المسارح وأروقة على خطى مبدعين آخرين في الموسيقى والفنون التشكيلية. C'era una parete di gelsomino. Ho molta nostalgia di quei profumi. Questo profumo mi ricorda com'ero. Per non parlare della mia ragazza che per amore uscita pazza ha fatto piangere Michele Cuscusa. Stava andando benissimo. Il cuscussa? Cuscussa? Tu c'hai troppo cuscussi in testa! E sbagli i nomi! Non è cuscussa! È cucuzza! Ah, cucuzza! Cucuzza! Non, ma dimentica il cuscus! E ti fa sbagliare il cuscus! Cucuzza! Sta facendo sbagliare anche me! Mi stai facendo dimenticare la zia Roberta? Che con lo tsunami se l'ha preso una storta! بالسياسة بالسياسة عملنا دي كارت فيزيت ولينا نعمل زانيماسيون تاع لي فيت معناها العيد ميلادات ولي مارياج وحاجات هذوما الكل. وانا صغير نتذكر وقت قبل ما يولي مسح الوطني في العرايس كان علاء الدين جاء مرة واحد يظهرلي من بيرو ولا حاجة يعمل لي بالون. هبطت لوجت على لي بالون لقيتهم خذيت بديت وحدي تم كتاب صغير نتبع فيه واحد. بديت نتعلم بعد كتاب أكبر تعرفت بالكدا على السيد هذا علمني حاجات صغيرين زدنا معناها في نقولوا احنا في الواحد نتاعنا في الخدمة نتاعنا زدنا كبرنا فيها شوية ما عادش انيماسيون تاع كلونكا وزدنا خذينا ماتريال تاع ماجي ميكرو ماجي تتسمى بدا يكبر شوية الخدمة. أهم التجارب الفنية اللي كانت في إيطاليا هي شريط معروف نتاع ميل جيبسون لا باسيون دو كريست باسيون المسيح هذيك كانت تجربه حلوه برشا في حياتي وعاونتني برشا باش اكتشفوني بعض الاثنين ومثلت في افلام خي مثلت في فيلم اسمه الكونسيليري دي جيتو ومثلت في ثلاثه مسلسلات ايطاليه معروفه كانت معروضه والان بصدد تصوير مسلسل جديد باش نقوم فيه بدور الامام. إمام معناه بالمفهوم الإسلامي معناه بالمفهوم الإسلامي إمام يعني قصة واقعية متاع بنت مغربية تزوجت بإيطالي وبعد وقع الطلاق ويفتشوا على الأسباب كيفاش مات الإيطالي ويمشي ويسألوا الإمام تاع الجامعة اختاري دي ما تجيلك الجامعة ذاك وتصلي خدمنا حاجات تاع تياترو بوغ أنفون بالماريونيت من غير ماريونيت خدمنا حاجات بوغ أدولت عملنا سبكتاكل كبير معناها اسمه الحضرة عملنا هنا في روما خذينا معناها دي موسيسيان توانسة خذينا حتى دي موسيسيان ماهمش توانسة معنا عملوا ريتم تونسي نجحنا بيه بكده كيفاه؟ يعني من الاوروبيين معناها؟ ثم اوروبيين ثم مغاربه معنا ايطاليان يخدم على الجامبي وقتها دخلنا فيه الجامبي معناها دخلنا مغاربه معنا وبريسك معظم الجروب ومعنا ايطاليا تغني بالجوزي. خذا صدى كبير حتى في فيستيفال خدمناه مرة خدمنا زوز عروض بعد مدة كلمونا قالونا راهو الببليك طلب باش نزيدوا العرض عرض آخر معناها في نفس السيسيون تاع الفيستيفال هذاك ما غاديك معناها بدينا في الخدمة تاعنا تاع التياتر ونعملوا عملنا دي كاستينج عملنا معناها حاجة في التلفزة أفلام
بون بدينا بالحاجة الصغار، خدمنا مع ممثلين كبار، خدمت مع باولو روسي. سيوري اي نيتسيو سبيتاكولو لو سبيتاكولو اي نيتسيو اي سيوري سبيتاتوري سونو بريغاتي دي اكومودارسي ان سالا غراتسيه. Sei forte, sei vero. Non succede niente. E dov'è? Dov'è il leader? Mica so faccia da leader queste qua. So faccia da face questi, che è leader. Perché dobbiamo aver paura di voi, noi? Ci fate un baffo, ci fate noi, eh? Il baffo ci fate, eh? E che ce ne frega a noi? Signora, ci fa che? Mi porti a casa sua, andiamo via. Che è successo? Il leader! Il leader. Selene. Selene. La diva porno. Ci sono degli intrecci fra pornografia e narcotraffico. È finita comunque, è finita. Adesso discutere i dettagli e moriamo tutti. Sì, i dettagli. Ecco, vedi, è tutta la strategia. Conti che il mare mai saude la chienza, ma il mare la chienza del sistema di Xbiga. Perché le donne non si tratta così in Europa, anche tra terroristi. Ti salvi al tariq la gente, la gente è arrivata. قلت لي راهو ميل جيبسون باش يعملوا الشريط هذا يلزمك تمشي تعمل بروفينو معناتها يعني فرونسي كاستينغ. مشيت لكن لما تقدمت باش نعمل الشريط هذا قبلت مع ميل جيبسون وسالني بعض سؤالات تجربني يعني كلمتي حق. وبعد خرجت معناتها وشفت قدامي ثم قربت 80 ممثل معناتها باش يختاروا الدور. هو شنو الدور كان حاجتنا بيه من هم الاربع الصحابه الاربع اللي عاشوا 24 ساعه الاخرين مع سيدنا عيسى. انا بوتر باللغه الايطاليه لابوستر. بعد 3 ايام قالوا لي راهو قبل كمان جيبسون بيجي تمثل واعطوني النص وبدات الى اخره. لكن في نص الشريط كان معانا ممثل سي حافظ تونسي اختاروه زاد هو باش يعمل دور بوتر. قص على الشريط لاسباب عائليه ولا ميل جيبسون اعطاني الدور الاخر. عملت دوبل رول معناتها عملت سان توما سان تومازو وسان جاكومو. وكانت التجربه والحمد لله فتحت لي برشا افاق. خدمت مع ماريزا فابري، معناها خدمت حتى في تياتر الكبار الموجودين في بريسك في ايطاليا الكل، دورتهم الكل بريسك. خدمت في احسن تياتر اللي برشا عباد يتمناو. نتذكر مره معنا هذه الالمانيه متعدين قدام تياتر دوغوم اسمه، قالت انا ماذا بيا نهار نطلع على الركح نتاعو. خدمت فيه انا، طلعت وخدمت فيه، خدمت فيه كممثل وخدمت فيه كديريكتور دو سين. سلام، سامحني خويا الترام تعدى من هنا؟ الترام باسانو، لا ميلان دا بيرغ بو، بير كولبا دي كويستي تيرون استرا كوميونيتاري نيغري. نو ستو بارلاندو دي تير، إن نيغري سوبراتوتو نو لي سوبورتو. الترام باسانو. سامحني عشقت، الترام تعدى من هنا؟ الترام أوا بوا باسانو زوا. سامحني عشقت، الترام يتعدى من هنا؟ الترام؟ إي باسانا. E tram, passa no, vai mona. تعتبر انه رحله ولا الطريق الى روما كان بالنسبه لي معقوله معناها؟ لا بالنسبه لي انا كانت فريمون معناها سهله كما يقولوا. تو انا قاعد نشوف مساكن اللي تو يوصلوا تو هنا مع الكريز الموجوده الصعوبات اللي يلقاو فيها. و احنا الحمد لله معناها عندنا صنعه في دينا اللي هي مش موجوده برشا هنا في دون لو سونس. ما تنجمش تلقى اقليه تلقاهم لي زارتيست اترونجي هنا في ايطاليا. تونسي باش تلقاه يعمل تياترو كعبتين وكعبه موجودين هنا ماهوش برشا، فهمت؟ ديجا احنا وقت نبداو نخدموا
ويسالنا عبد ونقول له تونسي يقعد به. قولتك انه صوره التونسي في الاعلام الايطالي ولا في الاعلام الاوروبي هو صوره الغبار والحارق ثم هي ثم مش كلها ما ثم هي ثم ثم زاد ولاد حلال ياسر ثم ناس خدامة ياسر ثم ناس كونت ياسر مش كل كيف بعضنا معنا البيئة والخايف في العالم الكل العالم الكل تروح كأنك الخطوات اللي عملتها في روما خطوات كانت صعيبة بيان سير هاي صعيبة أي أجنبي يجي بلاد خارج بلاده صعيبة أنا خرجت صغير الدنيا درجات إذا واحد يحط في راسه باش يجي يخدم ويقعد كي ولد حلال يكون فهم تحب كل شيء بسرعة وكل شيء سهل وكل شيء سعيد سعيد. الغالب فما عبيد عطاو فكرة للتلين خايبة على التوانسة احنا ان شاء الله قاعدين فما عندي برشا صحاب ممثلين دي موزيسيان دي زكريفان موجودين هنا دي زارشيتكت دي جورناليست توانسة موجودين هنا يعيشوا هنا قاعدين يبدلوا في الصورة نتاع التونسي لهنا ان شاء الله معناها ما يقعدش كان التونسي خايب التونسي اللي يسرق التونسي اللي يبيع في الممنوعات ان شاء الله تتنحى يعرفوا اللي ثم الباهي والخايب بارتو. We'll be right back.